في التعاون الطاقوي شارك اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في أشغال الاجتماع 85% لمؤتمر منظمة البلدان المصدرة للنفط. الاجتماع خصص لدراسة القضايا المتعلقة بإدارة وعمل الأمانة العامة للأوبك، هذا ويشارك الوزير غدا في أعمال الاجتماع 46 للجنة الرصد الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري للأوبك والأعضاء غير المنتمين للأوبك، حيث سيناقش المسؤولون الوضع الحالي لسوق النفط الدولي ويستعرضون وجهات النظر بشأن التنمية القصيرة المدى.